الحمد لله هذه الدورة، هذه الدورة 16 كانت متميزة وحققت الأهداف المرجوة منها على جميع المستويات، لا تنظيميا من حيث الجانب اللوجستيكي، ولا بحيث أن كل الفنانين حضروا وتوفرت لهم كل الشروط المنتظرة، ولا تقنيا حيث أن المطالب ديال الفنانين الأجانب والعرب والمغاربة والأفارقة هي كثيرة جدا، والحمد لله أننا تغلبنا عليها ووفرناها بنسبة 100%. الجوانب الأمنية، يعني رجال الأمن لعبوا واحد الدور كبير في تغطية الأمن بجميع المواقع، والحمد لله والشكر لله أنه ولا حادث سجل في هذه الدورة، يعني اللي يمكن يعني يعطى نقطة جد حسنة للأمن المغربي. كذلك على المستوى الجماهيري لاحظنا بأن الإقبال كان منقطع النظير في كل المنصات، وبدرجة أولى في المنصة المغربية، ولكن كل المنصات عرفت هذه السنة حضور كبير جدا، اللي كيبين بأن الشعب المغربي هو شعب يحب الثقافة والفن، وشعب منفتح على جميع الثقافات وعلى جميع الألوان. على المستوى الإعلامي لاحظنا بأن الإعلام كان حاضر بقوة وأدى رسالته على أحسن وجه، لأنه الإعلام هو اللي خلى هذه الجوانب الأخرى تظهر، لأنه لولا الإعلام ما كانتش الجوانب الأخرى تظهر، وخصوصا الحضور الجماهيري. لابد نقولوا بأنه الملح أو الزبد ديال هذا المهرجان هي البرمجة المغربية، اللي تقريبا 50% من المهرجان. ولاحظنا بأن الحمد لله هذه السنة كان فيها تنوع، لقينا فيها الأمازيغي، لقينا فيها الحساني، لقينا فيها الشعبي، العصري، الراب، الفيزيون، الراي، القناوي، يعني كل الألوان الفنية والأذواق اللي كيتشهاها الجمهور المغربي لقاها في المنصة ديال سالا، وجزء منها في منصة النهضة. كذلك أن العروض الفنية المغربية حطمت كدائما كل سنة كل الأرقام القياسية من حيث الحضور الجماهيري الكبير. إذن شكرا لجميع من ساهم في هذه الدورة، شكرا للجمهور الرباطي والسلاوي والجمهور المغربي على تتبعه وحضوره، شكرا للإعلام، وإلى اللقاء في الدورة.